السلام عليكم. يشرفني اليوم أن أكون أمامكم لأعطيكم لمحة بسيطة عن دور البلدية. وهذا اليوم أنا شعور كبير جدا أن أشوف هذا النجاح، هذا نجاح نجاحنا كلنا، هو نجاح فيها معينة، لأن إحنا نشتغل تحت هدف استراتيجي هو الهدف السلام العام هو الرقم 10. هذا الهدف طبعا الإمارة، وطبعا كلنا إحنا نكون تحت هذا الهدف لأمور السلامة. فدائما إحنا دائما نكون نشارك في الحملات مثلا المجتمعية، لأن إحنا دورنا في المجتمع يكون مهم جدا كبلدية دبي. فنحن زيارات المنازل ما عندنا زيارات كبلدية كروتينية، لكن عندنا زيارات أخرى كمؤسسات، لكن لاحظنا أن لازم يكون في هناك زيارات منزلية. لذلك نحن ساعدنا في هاي الحملة، تبنى هاي الحملة من الحملات المهمة اللي نحن يمكن نساعد في أمور السلامة للإمارة. على هدف هذا طبعا كان شراكة قوية من عندنا، وطبعا نحن لا يعني ننقص من دور الآخرين، لكن احنا كفية متكاملة مع بعض. فطبعا إينوك كان له دور سباق قوي جدا، هم طبعا نحن بدينا اجتماعاتنا الأولية كانت في البلدية، طبعا كتنسيق كترتيب كهذا كان في البلدية في المقر الرئيسي، وحطينا السياسة لهذا الموضوع كيف بتكون زيارات المناطق اللي بتكون زورة المؤسسات اللي بتكون موجودة، الفئات الموجودة كيف بيكون طريقة البروشور، شو طريقة هذا الموضوع. هاي المواضيع كلها كانت كلها مع بعض. طبعا احنا نشكر طبعا كتيم البلدية الموجود، طبعا البلدية هذا الموجود في ناس من الإعلان، في ناس من التفتيش، ففي ناس متطوعين كمان. هاي الناس كلهم هم ساعدوا لهالشيء، هذه الأشياء معينة. طبعا احنا كان الموضوع يعني ما ينبع من فئة معينة، إنما من الجهة العليا. طبعا كان هناك في توجه من المدير العام لهذا الموضوع. لاحظنا في هذه الآونة أن فيها بعض الحراك موجودة، بعض الأشياء هاي موجودة. فنحن كيف يكون إحنا نفعل هذا الموضوع ويكون لنا دور كبير في هالشيء. فهذا كان البداية في هذا الموضوع. فالحمد لله رب العالمين، أنا يعني سعيد جدا أن اليوم تتويج من عندكم أنتم. طبعا هذا شيء جميل، أنا قلت الموضوع بين النساء لكن أنتم صراحة جيتوا كرمتونا، هذا شيء جميل جدا صراحة. أنا أحس أن هذا شيء فخر جدا، يعني صح بداية كان موجود لكن النهاية كان موجود من عندكم، وهذا شيء جميل جدا جدا صراحة أن اليوم أكون موجود هنا ونشوف أن في تكريم، في تعاون، في هالأشياء. طبعا في السابق كانت المؤسسات الحكومية هي اللي تقوم بالأدوار كلها، لكن الحين الموضوع تغير، الحين لازم الناس الخدمية أو المؤسسات الأخرى هذه هي اللي تقوم بالأشياء. فنذا الحين هذا التنسيق جميل جدا. يعني أنا الحين عندي فكرة معينة يمكن اليوم أقولها. الديزل موجود طبعًا، إحنا حركة في الحين لاحظنا في الخور في مشكلة الديزل ما الديزل. فاليوم أنا كنت أتكلم مع الأخ نادر، أقول يا أخي ليش ما سوي حملة جديدة صراحة عشان موضوع الديزل وتجارة الديزل وهالأشياء، وليش شو الحملة مقدر نسوي فيها؟ فهاي المبادرات مجتمعية مهمة جدًا. هاي نحن نشوف في هدف استراتيجي كبير نحن نشتغل حقه. هذا نحن نشوف هذا النصر لا ليس لي أنا ولا ليس كنت ولا شيء، هاي الإمارة وكل يصب في هالشيء. هذا الشيء لازم يكون روح التعاون موجود فيكون الناس في خير، لكن إذا ما كان التعاون ها موجود فيكون نحن في بلبلة. عارف كيف؟ هذا اللي لي ولا أنا سويت هذه الأشياء، أنا ما أنظر له، أنا أنظر لأمور السلامة. فأمور السلامة من أقل شيء من أماطة الأذى من الطريق تعتبر أن موضوع. فأخوانا في أمور كثيرة نحن لازم نتبادل هالأشياء كلها تكون هدفنا، عارف كيف؟ فنحن نكون في أمور السلام يعني ما نبخل شيء، لأن هذا في أجر في أمور طيبة، الناس كلها لازم تتفاعل في هالشيء الموضوع. أنا لاحظت أن هذا الشيء جميل جدا، يعني في ناس مسؤولين نزلوا إلى البيوت الناس، دقوا البيبان الناس، يعني كيف يعني هالشيء؟ لكن تحس أن هذا في شعور داخلي للناس أنها يقوم بهالشيء. فهذا الشيء اللي صراحة كان جميل جدا. يعني أنا حسيت إن يعني في ناس، يعني إذا شفت بعض الصور بعد هذا في ناس يعني كيف، لأن حسوا إن هذا قيمة العمل، العمل الميداني، الزيارات، تشوف الأمور هذا. يعني أنت إذا كنت حميت شخص واحد في موضوع معين، أنت كم يعني تكون يعني أديت يعني الواجب الكبير اللي بتأديه. فأمور السلامة ما بأمور هي قوانين، ما قوانين طبعا لا بتكون لك في قوانين، في إرشادات، لكن كيف تطبيق الموضوع هذا موضوع من الأشياء المهمة اللي لازم نحن نتكاتف ونكون للأمام. فأنا صراحة أشكركم وما أطيل عليكم صراحة، لكن هذا الموضوع صراحة أنا يعني يكون سعيد جدا إن هالأمور.
ومثل انا ادري ان الدفاع المدني له دور كبير، انا ما انكر شيء، لكن الدفاع المدني كان قد في السابق ان اي حد يجي يتصل فيه تلفون تعالوا بيطفي، لا هذا ما فيه شعور، لازم نحن نكون مبادرين في الشيء. فبلديه بيع احنا في طلق بعد في شيء معين، ان هناك امور طوارئ او ان خطط طوارئ تكون موجوده في عند المؤسسات، كل المؤسسات ان خطط طوارئ تكون موجوده، فاي مؤسسه عنده خطر معين تكون تسوي خطه لهذا الموضوع عشان تتفادى، يعني سبحان الله كحريق او اي او انسكاب كيماويات او شيء، فيكون الموضوع عندهم هذا الشيء يقوم بهذه الاشياء. فانما ان شاء الله يكون الامور ان شاء الله بما افضل وافضل، ونشكر بصراحه اينوك على الدعوه دعوتنا، والسلام عليكم.